نرحب بكم اجمل ترحيب في برنامج اربح مع جعفر موحان. اليوم حلقتنا في مدرسه التضامن لرعايه اهل اليتام في ناحيه الفضليه، ولا ننسى هذا البرنامج برعايه سنتر صاحب الزمان. خليكم ويانا مشاهده ممتعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان مبارك عليك. علينا وعليكم. تفضل سمعنا. لطمية. أخاف لا يجيني الموت على الباب وادخل القبر وطمن التراب، لا يمي الأهل لا يمي الأحباب، لا يمي الأهل لا يمي الأحباب، صار الدمع سلوتي خايف يجيني موتي يقضي العمر، وحشة الانكسار يظلم علي نهاري، وحشة القبور وحشة القبور. شكرا. هاي هدية مقدمة من سنتر بركات صاحب الزمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان مبارك. هاي شايفك علينا وعليكم. ايش حافظة؟ سمعيني. اعترف لك يا الحسن ناسينك هواي، لكن عن سبب صرنا احنا ناسين، مجانين باخيك هل نسيناك، العتم مرفوع عن احنا المجانين. شكرا. شكرا. هاي هدية مقدمة من بركات صاحب الزمان. شكرا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان مبارك عليك. علينا عليك. يلا شحاب سمعني. رملة مجاسم العريس مهضومة. عيد رملة مجاسم العريس مهضومة، تقول بننذبح وتحنى بدمومة، لبث ثوب وشهادة وعرس بالحومة، وسيوف الزفت جسام. حسن حسن. هاي هدية مقدمة من بركة صاحب الزمان. شكرا. يلا رب الشهر. زين. الله مبارك عليك. علينا وعليكم. يلا شحافة سمعيني. شار. يلا طبعا. علي بالصدر كعبة وبالعجز محراب، وبيت الله نولد واستشهد بجامع، اختصار للمناقب ماخذ الزهراء، واختصار للوقت من يجي من الواقع، ومن باب الترافع أي بستان دوم يسير على الورد ما قاطع. هذه هدية مقدمة من بركات صاحب الزمان. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان مبارك عليك حبيبي. عليك وعلينا. تفضل سمعنا. شار. طيب الصوت شوي علي. حسين لا تمشي بطريقة وانت غاطس بالحرام، حسين ما يريد اللي يجي له هو ما عنده التزام، تعرف يا حسين ايش معنى هاي؟ هاي معنى صلاتك لا تفول، هاي معنى زكاتك لا تمول، هاي معنى على امك ابد لا ترفع الصوت، خسي روحك والعقل بلا احباب، حسين ما يريد تجين وانت بلا حجاب، خلي بالك من تجين الكربلة، حسين ما يريد تجين وانت مقحلة. شكرا. استاذ كامل. اقعد اقعد. هاي هدية مقدمة من بركات صاحب الزمان. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ زين الحمد لله. رمضان مبارك عليك. علينا وعليكم. تفضل سمعني. فقرة احنا ما بينا ربح، بس فكر ومرنا بصبح، تلقى النحل لازم سرى يصب لك عسل بريوقنا، بينا سوادب لا حقد، بيت الله لو عايز سقف كانت بنا بطابوقنا. شكرا حبيبي. عفوا. هدية مقدمة من سنتر بركات صاحب الزمان. شكرا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان مبارك عليك. علينا وعليكم. تفضلي شي سمعيني. علي سر مستصعب، علي آية من الرب، علي قاتل مرحب، علي 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 علي، يا جمال عيونه رهبر يسمونه فنهم يلاقونه، علي 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 علي. شكرا. استاذ كاظم. هاي هدية مقدمة من بركات صاحب الزمان. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان مبارك عليك حبيبي. علينا وعليكم. تفضل سمعنا. رياضي ماي رياضي ماي، عبد الله ما ينطونا ماي، قالوا لي جاي لا تجي الكاسر قفاي، عبد الله ما ينطونا ماي، رديا الحنين كربلاء وين وانت وين، ما تطفعن. هاي هدية مقدمة من بركات صاحب الزمان في ناحية الفضلية. شكرا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان مبارك عليك حبيبي. علينا وعليكم. تفضل سمعنا. وحق النجف والكوفة، وحق العبا، وحق القرآن وحروفه، وحق العباس وجفوفه، علي للموت منعوفه. احسنت استاذ كاظم. هاي هدية مقدمة من بركات صاحب الزمان. شكرا. شكرا حبيبي. وعليكم السلام. رمضان مبارك عليك. علينا وعليكم. شحاب الشعر سمعنا. مش على القصيدة. يلا عاد.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير. علي 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 علي. شكرا. أستاذ كاظم، هاي هدية مقدمة مركبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان مبارك عليك. علينا وعليك. سمعنا بتعليق هذا الشعر؟ ايه. يلا سمعنا. من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مديح محمد، لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام. هو سيد الأخلاق دون منافس، ماذا نقول عن الحبيب المصطفى، فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى، في وصفه تتكسر الأقلام. شكرا. هاي هدية مقدمة من بركات ستر صاحب الزمان. شكرا. إلى هنا أحبة المتابعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا هذا اليوم، انتظرونا في حلقات أخرى.